نسمع في إيميسيون جابوها جوست بعد رمضان في موزايك معناتها الجي وبرشا فنانين نسيت الاسامي ما استحضرهمش باش يقيموا الوضع في بنت ولد. قالوا اللي انت نقطه الضعف في بنت ولد على السيرجو معاش كانت بازرك سمعت بها الحكي تبيع سمعت بها ما نسمع كان بديك خاطر كي تعدى واحد الفكره نتاعك الناس كل يكلموك اسمع سمعت اش قال لك هو حكى عليك بالخايب بركونت يحكي عليك واحد بالبي حد ما يكلمك حد صبيت الفكره سمعت انت زدت علقت لك سمعت قال لك مزيد علق يا ولدي سي بون بي سمعت يزي وصبا صبا اي انت شي عندك باش تقول على حكايه السيرجو هذايا يا جبل ما يهزك ريح سهله الريبونس هذه باهي اوكي تحب حاجه اصعب باهي حاجه مفلفلو باهي مخدوم. السيد اللي قال شيء هذاك اللي هو هيدي زعيم ما عنده حتى علاقه بالدراما وبالتلفزه وبالسينما وبالمسرح وانا كنجيب حذايا تو نقاوموا ونقعدوا باللي ريفيرونس على خاطر هو ضايع وماشي في باله اللي الانيماتور ينجم يتكلم في حق كل شيء وعنده الحق باش يقول كل شيء وينجم يفهم في كل شيء. في البلدان المتقدمة اللي خلقوا الشيء هذا خلقوا معاه زاد الاختصاص خلقوا معاه أنه فما تقى ديزانيماتور يفهموا في السياسة فما ديزانيماتور فما الكريتيك داخ كريتيك راو مدرسة كاملة راو مش أي إنسان يجي ينجم يكريتيكي فهمت. وحاجة أخرى هادي زعيم إيش مدخله في الحكاية هذه كي يقول سيرجو معناه هو يضحك عليه في الناس اللي تعرف على خاطر يقول له أنا حتى لي زانفيتي سمحني باش نقص عليك مش انفيتي أنا سمعتها راهم يافي أوكان انفيتي هادي زعيم وحده هو وأيمن جوادي هو وأيمن جوادي لا مش هو جابه في البلاتو قال معناتها رانا عملنا أونكيت أوبخي دي سبيسياليست همش قالوا اجا نقول لك حاجه انا نعرفها اللغه هذه وراني طايح من السلوم شو معناها لي زانيماتور ساعات كي يحبوا يمروا حاجه بيرسونيل يلزوها لعبد اخر فهمت انت تو تنجم تقول راهو سمعت قالوا لي اطراف اذا قالوا خطير اطراف لا بنحكي لك اطراف وتقول لي حاجه اللي تحب تقول انت تو انا نجم نقول لك مثلا كي تبدا عندي الميكرو نجم نقول مثلا كي جيت انا حاضر مع زعيم ما يتكلمش هكاك جمله صدقني لخاطر هو يقول لك هكاك انا نقول له صدقني وبالحق انا قبل ما نجيك يا هادي زعيم قالوا لي جماعه وانا نثق فيهم اللي انت تاخذ في الفلوس وفي الرشوه من عند الفنانين اللبنانيين اللي يجيو لتونس باش تخدمهم وانا شخصيا كمحمد علي النهدي ريتك في تركينه انت وحد في اوتيل وسلمت علي وحشمت على روحك مع فنان لبناني واحد تبارك الله عليه في الامور هذيا هذه الكلام اي في عنده حق الرد ما لم تعشكون هادي زعيم عنده حق الرد في القناه لا اما اسمعني اجا نقول لك حاجه هادي زعيم ان سي كلكان اللي مرحبا بيه في العاصمه هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه اخر ماهر نو كومنت لا بالحق الحق رحب بيه انا بيرسونيلمون معناها ما قلبي كبير ومضياف والدنيا الكل مرحبا بيه في العاصمه. الحاجه الثانيه كي يقول سيرجو هو ولا جماعته الكومبلو هذايا فهمت قول لهم يا اخي امان اسماعيل ياسين امان جيم كاري امان كورتمانش عليك كومبلو دالي امان كورتمانش تي ثلاثه من الناس اي معليش باش يعملوا عليك كومبلو عليك انت بالذات يا ودي ما حكيت لك من الاول انا على خاطر بالنا اي اما اسكو هادي زعيم صحافي ما ماهوش ولد الدومين ما حبش ياخذ بقعتك ولا يحب ياخذ حاجه هادي زعيم استدعاني ما جيتش قادت باش نفسر لك حاجه استدعاني ما جيتش ومن حق الفنان ما يجيش على خاطر الغايب حقيته معاه صحيح. حاجه الاولانيه وثاني حاجه يوليش يزيد الانيماتور نخافوا منه راهو يلزمنا نفهموا حاجه وانا عندي دي ريفيرونس وهذه المشكله انا نسافر وريتها توا فيديو في نيويورك كنت في برودواي نتفرج في جندوبه في جندوبه هي عملتها بثمار ومشيت كنت في برودواي نتفرج في الكوميدي ميوزيكال الاخرانيين ومن اكبر ليزيميسيون اللي استدعوا فيها لي ستار اسمها انسايد اكتر ستوديو يجيبوا الفنان وهادي زعيم يلزمو يدرس ويقرا ويتعلم ويشوف كيفاش كي نستقبلوا فنان نحكيو معاه من عند العمالقه نتاع الشيء هذا مش تجيب فنان يا ودي زعما توا بلغتك البروفوكاسيون بروفوكيوا باش يخرج لنا يا ودي الفنان كي يتقلق راه يولي ما عادش يجيك لانه الفنان اولا وبالذات حساس وحساس جدا وخير مثال لذلك اش صار لسفيان الشعري عم ناول صدقني سفيان الشعري شدوا هادي زعيم وانا حاضر حطوا في البلاتو بدا يخض فيها وانت سنين وما مشيتش وطلعوا لك خالد بوزيد وطلعوا لك اسمه وحبوا يحرقوك وحبوا يمقسوك وسنين راك ما ظهرتش وراك حكايه الراجل قلبه غم عليه بالحق نحكي لك راه مش نفدلك فنان كي يجتهد ويخدم ويعمل واللي تري سنسيبل وانت احنا مش معناها راه هذا ممكن العباد اللي تسمع فيه تفهم بالغلط مش معناها احنا رانا ضد الكريتيك وما نقبلوش الكريتيك
au contraire, ونقول ها في on a besoin de la critique. يلزم فما critique pour progresser. اما la critique constructive, لا constructive اش معناها؟ معناها كي انت خدمت واجتهدت نحترم خدمتك واجتهادك ونقول لك مثلا نرى فما نقايس من الناحيه هذيا ونعطيك دي زارغومون تكنيك يخليوني انا نسمعك ونفهم اللي انت متمكن من الماده اللي تحكي فيها. اما باش تحكي لي لغه قهاوي ولغه كومبلو ولغه شيشه قاعدين تشيشوا ولا يقدر اليوم فما ما عادش كما قبل اللي حسره. اليوم فما وكالات صبر اراء, اليوم فما خدمه اخرى. اليوم كي يقول لي انا هادي زعيمه كيكا انا نجاوبه بحاجه برك نقول له راهو يا هادي ويا جميعه هذوك راهو اليوم انا سيني pour la deuxième saison de Bonne Toilette. On a signé pour 102 épisodes, chaque vendredi, samedi. On a dit que c'est l'audimat, qui est la plus importante. Donc, aujourd'hui, Tunis a acheté avec l'audimat. Donc, il n'y a pas 4 personnes qui sont dans le café, qui disent que c'est un programme qui n'est pas bon. Ce qui est important, c'est que vous allez voir le programme. Le programme qui est là, c'est que c'est l'un des premiers qui se trouvent dans les joueurs. C'est ce qui est important. Moi, ce qui est important, c'est que le producteur فرحان ياسر ويقول لي راهو في التوسكي يتقدم كوميك السنه في رمضان احنا الاولاني على نسبه المشاهده. هذا اللي يهمني انا واللي يهم القناه. هاكا علاش اليوم نصحوا بور سون دي ابيزود, نصحوا بور لا دوزيام سيزون دو بنت ولد, ونصحوا كذلك مع القناه اللي هي الباثه للمشروع هذا اللي هي فرحانه واللي هي عطات الثقه باش نزيدوا في الجو. وكما قلت لك معناها انا راهو نمن بحاجه خلي يقولوا واش يهم والعمل والخدمه. واضح واضح. وراو معناها جاتني دي كريتيك بارابور البنت ولد من دي كريتيك بناءه وسمعتهم وقعدت معاهم. وفما عباد صدقني ما نعرفهمش في الفيسبوك اما تلمون ايزون تري بيان ريديجي وحكاو بالكدا معناها الكريتيك نتاعهم كانت بناءه اللي انا طلبت منهم نمروهم ومشيت عملت معاهم قهوه وحكينا واستنفعت من عند عباد انكونو ما نعرفهمش بطريقة كبيرة برشا. ودائرة عملنا قاعدة مع البروديكتور مع السيناريست وحكينا في بعض النقائص اللي كانت موجودة في بنت ولد اللي توا في السيزون الثانية إن شاء الله باش نتفاداهم باش تكون العمل ولو أنه ناجح أنجح وأحسن.